اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مطبخنا النهارده مطبخ صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. عايزين نعمل اكل النهارده بنفس المكونات اللي عندك في المطبخ، بنفس المكونات اللي موجوده في الثلاجه. ازاي اطلع البتنجان واعمله بطريقه صحيه مع جبنه قليله الدسامه مع صوص طماطم، ونتبع الخطوات البسيطه السهله في عمل طبق بتنجان غير المألوف، غير جو المسقعه، غير جو الشطه، غير المقلي، غير المتبل، وهكذا. معانا العدس الاسمر النهارده ابو جبه، ده صديقي مع الكشري بنلاقيه، مع أكلة لطيفة جميلة نحطه مثلا في طبق اسمها مجدرة في المطبخ اللبناني، ماشي. ولكن إن احنا نعمله بصارة أكيد فكرة جديدة. بصارة العدس الأسمر أبو الجبة على طريقة الشيف المغازة تعجبكم إن شاء الله، وهتاخد بصلة مقرمشة والطعم المصري الأصيل. نيجي للحلو النهاردة، هنعمله إزاي دايت. معايا الشوفان، والشوفان دايما بيتصدر القائمة الأولى في وصفة دكاترة التغذية. حبوب الشوفان وبذور الشوفان ازاي نضيفها للفروت سلطات بطريقه صحيه، تشكيله من الفواكه اذا كان موز او جوافه او عنب او تفاح من خير ارضنا. مطبخنا صحي النهارده، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ودايما تخلي يوم في الاسبوع يبقى الاكل صحي، تكتبي على باب الثلاجه كده عشان ما تنسيش وتخش في جو المحمر والمشمر. يبقى يوم الاحد من كل اسبوع مثلا، يعني انت ممكن تخليه الاثنين، يبقى اكل صحي. ودايما بيت الداء وبيت الصحه والصحه والسعاده هي من المطبخ، خلي بالك، وثقافتك للمطبخ مهمه جدا. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، وخاصه لما يكون مطبخنا مطبخ صحي. وزي دايما ما بيقولوا اهالينا والامثال الشعبيه، صحتك في اكلتك وصحتك في المطبخ بتاعك والحاجات اللطيفه الجميله. تعالوا مع بعض نعمل ازاي العدس الاسمر الجميل بصاره. ولخصت لك الموضوع، احنا بنعمل دايما الفول بتاعنا اللي هو الفول المدشوش بنعمله بصاره، شطار في عمايله، ممكن نحط له ملوخيه ناشفه في الصعيد الجميل والريف المصري الجميل اللي بنوجه لها تحيه كبيره، ممكن نحط له خضره فلفل مع بصل اخضر مع بقدونس حسب الرغبه. ففي طريقتين لخضار البصاره، يا اما ملوخيه يا اما خضره. النهارده هنشوف العدس الاسمر نعمله بصاره ازاي، مقاديره على الشاشه. عدس اسمر ابو جبه اللطيف الجميل من خير ارضنا، ده ما فيهاش كلام. معانا بصل، معانا بقدونس، معانا كزبره، معانا شويه شبت صغيرين، ومعانا شويه ثوم، ومعانا البهارات بتاعتنا الجميله، الملح والفلفل والكمون. الكمون ليه يا عم الشيف؟ للعدس، علشان مشاكل الغازات والناس اللي بتعاني من القولون مع الاكلات زي البقوليات زي الفول والعدس. واحنا كلنا عارفين الفول والعدس من الاكلات الموسوعه الموثقه ضمن الاكلات الموسوعه الشعبيه المصريه اللي في اي مكان نقول هي مصريه. إذن العدس من ضمن الأكلات الموثقة ومدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية، ودي معترف بيها في أنحاء العالم. الكشري بتاعنا والعدس الأسمر بتاعنا والعدس أبو جبة والعدس الكشري بتاعنا بتاع بحري اللي هو بيتعمل بالعدس الأصفر ده كنت عملته تقريبا من أسبوع. فالبقوليات من ضمنها العدس ده معروف طبعا. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض إزاي. أول حاجة العدس معانا بتجيبيه يا ست الكل يتغسل مرة اتنين تلاتة وتسيبيه على جنب، اوعي تحطيه في ميه. احنا عايزين نحافظ على القشره بتاعته الجميله، غنيه بالبروتين، غنيه بالالياف، قيمته الغذائيه عاليه جدا. العدس هو زي الفل. ولازم وانت بتشتري كيس العدس تشوفي تاريخ الصلاحيه. دي مهمه. مهمه جدا على فكره، ليه يا عم الشيف؟ بيبقى متخزن عند الراجل السوبر ماركت او البقال، فلازم تبص على الكيس كويس قبل ما تشتريه او بتشتريه من عند الراجل بتاع التوابل اللي معروف في وسط البلد. انا بقول لك على الحاجات دي ليه؟ لان ممكن تتعبي على العدس تروح يكون متخزن بقاله فتره طويله، مش هيعجبك، هيكون فيه مثلا حشرات صغيره، فيه حاجات مش لطيفه. فلازم تاخدي العدس وتشتريه بطريقه صحيه زي الفل، وتبص عليه وتتاكدي منه كويس. دي باكد على النقطه دي بالذات، وكذلك الفول المدشوش لما تيجي تشتريه لازم تشتريه وتنقيه كويس. خدنا العدس معانا بالشكل ده كده، انا وفرت عليك وقت كبير وحطيته في ميه بتغلي هنا دون اضافه اي شيء. اللهم صل على النبي. العدس هنا بيغلي دون اضافه اي شيء في ميه وسايبه يغلي كده. ما شاء الله بقى ايه، هريسه. نبص عليه كده، وخلي بالك ده لازم تهدي النار عليه، تدمسيه زي الفول زي الحمص
حطيت ايه يا عم الشيف؟ والله ميه وبس. مش حط اي حاجه تانية خالص. خلي بالك. العدس يتغسل مره اتنين تلاته بعد ما تغسليه كويس، صفيه من الميه وتحطيه في ميه على النار وتسيبيه يغلي كده لغايه لما يتهري. تعالوا بقى نطبق البصاره دي. البصاره دي اكله قيمتها الغذائيه عاليه، فوائده كتير. العدس اذا كان البقوليات اللي هو يتصدر القائمه الاولى في البقوليات، مع الفول، مع الحمص، مع اللوبيا، مع الفاصوليا. طيب، في طاسة على النار، بنحط في الطاسة دي شوية زيت. على فكرة العدس نقدر نعمله صيامي، الأكلات الصيامي لإخواننا المسيحيين دي مطلوبة، لازم نهتم بيها، وهي أكلة صحية قبل ما تكون كمان صيامي. حطيت معلقتين من زيت الزيتون، حط بصلة ناعمة، ده غير البصل اللي انا هحطها مقرمشة على وش البصارة. حلو، نسيب البصلة تتحمر شوية ونحط فيها شوية ثوم بالشكل ده كده، ونشوحهم على النار. مهم جدا، اهم حاجة ان العدس اتسلق بمية وبس. وحمر البصلة مع التومة كده بشقاوتها، واسيبها تقريبا تاخد لون. حلوة اهو، ده لازم البصلات تستوي شوية بشوية الملح الحلوين، شوية الفلفل الأسود الحلوين، شوية البابريكا الحلوين، شوية الكمون الحلوين، ونقلب البصلات بتاعتنا الحلوة. الله الله على الريحة الحلوة. ونكثف زيت الزيتون شوية. حلو، تمام. ايه الخضره بتاعتك يا عم الشيف في البصاره دي؟ شويه بقدونس. حلو، الله، شويه شبت صغيرين. الله، عندنا فلفله حلوه اللي هي الهريسه. حلوه، كل ده على البصله والتومه. لغايه دلوقتي احنا فاهمين ماشيين ازاي. معانا الفلفل ده كده، الفلفل الحار، والفلفل الحار ده اختياري حسب رغبة ولادك، حسب رغبة الأسرة، بناخده كده يبقى فيها طعم سبايسي شوية. ننزل بالفلفل ده هنا كده، كل ده يا شيف في الحلة دي. حلو قوي، شيل الحاجة اللي ملهاش لازمة كده ونوسع لنفسنا ونقلب الحاجة. معانا نعناع، انا جيت هنا اجيبه، نعناع اخضر. اخد الورق بتاعه، حذار تحط العرق. من فضلك يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، يا تاج راسي، تعملي الاكله دي النهارده لاولادك، غير مكلفه. هو كيس عدس، كيلو عدس هتشتريه من البقال، ولكن الخبره الطهويه لا تعد ولا تحصى. ولا تحصى. ليه يا عم الشيف؟ هنا بقى ازاي اتلاشى مشاكل الكولون. جوزك عنده مشكله مع الكولون، حطيت نعناع وحطيت كمون. نقلب كل ده مع بعضه. الله على الريحه الحلوه، الله على الجمال. بصل، ثوم، فلفله حلوه، قرن فلفل سبايسي شويه، بقدونس. كل ده يا عم الشيف. وناخد العدس بتاعنا الجميل ده كده، نصفيه عليه، مش نصفيه، هو كله ينزل مع بعضه كده، ده مش هيتصفى يعني، بس خلينا نشيل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مخرجنا حبايبي، حبايبي هو ده. الله، حلو قوي. ايه السرعه دي يا عم الشيف؟ خلصت الاكله. في طريقتين علشان تفرم البصاره دي. امهاتنا ربنا يديهم الصحه واللي توفاهم الله ربنا يرحمهم، بيعملوا البصاره ازاي؟ بيجيبوا الفول المدشوش بعد ما يستوي، الست الطيبه كانت تحطه في مصفى وتنها تفرك بايديها لغايه لما ينزل الفول من بين اخرام المصفى. دلوقتي اتطورت الدنيا وعندنا كبه وعندنا خلاط، رنه التانيه
بقت البصاره في ايدك مفرومه وزي الفل. حلو الكلام؟ طبعا نحترم كل زمن وكل وقته. حلو الكلام. طيب دلوقتي البصاره دي نعملها ازاي؟ حطينا الخضره زي ما شفنا مع بعض في البدايه مع البصل والثوم مع زيت الزيتون، حطيت فلفل حار، حطيت بقدونس، حطيت الخبره الطهويه، البهارات بتاعتي، خدت العدس بعد ما اتسلق وبقى بوريه حطيته على كل ده كده، واسيبه يتكتك على النار شويه يتعرف على الحاجات اللي انا حطيتها كلها. حلو الكلام. طريقتين. الطريقه الاولى يا اما اسيبه يبرد واضربه في قلب الخلاط زي العصير من غير ميه من غير اي حاجه، بنضرب شويه شويه كده بس بعد ما يبرد، وبعدين ارجعه للحله الثانيه بقى واحط عليه شويه زيت زيتون واظبط الملح والفلفل بتاعه. يا اما عندنا الهاند ميكسر ده، وده فيه تطور دلوقتي، بتجيبيه تضربيه في الطبق بتاع الشوربه كده وينضرب في الحله على النار على عين البوتاجاز، بس تخلي بالك مهم جدا ان ممكن يبوظك البوتاجاز. فانا بديك الطرق علشان ما ينفعش انك انت العدس ده هو سخن تحطيه في الخلاط او تستخدمي الخلاط معاه. في طريقتين هكذا اهو، هنقلب فيه كده ونسيبه على النار هاديه، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف نقدم اكله شقيه زي دي كده اسمها البصارة. بيسألوني دلوقتي في الكنترول ممكن ناكلها كده؟ اه ممكن على فكرة تتاكل كده بالعيش بتاعنا اللي هو ودن قطة كده، وتبقى لطيفة وجميلة برضو، مش لازم بصارة، وتتقدم كده يبقى طبق لطيف جدا على فكرة اسمه عدس بالحامض، يعني عدس بيتعمل مع عصير الليمون ويتقدم. دي أكلة مشهورة في المطبخ السوري واللبناني. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف ازاي نعمل البصارة العدس ابو جبه الجميل الاسمر، نعمله بصارة من قلب الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة. وما تنسوش معانا بتنجان النهاردة هيتقدم بطريقة جديدة صحية، والحلو بتاعنا فروت سلط بالشوفان. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. يا بختك يا شيف، ريحة الأرض الطيبة طالعة من الطاسة، عدس من خير أرضنا، العدس الأسمر أبو جبة. الله يبارك لك يا مخرجنا يا جميل يا مبدع، جيب لي قبل وبعد، أنا يهمني قوي الموضوع ده. أقول لك فلان كان وزنه قبل ووزنه دلوقتي بعد، كمان نجيب العدس نشوف كان قبل وبعد. التفاصيل هنا في قلب الطاسة. وجبنا الخلاصة، بصلة تومة حمرناهم، حطينا عليهم شوية خضرة من البقدونس، كزبرة، عود شبت، فلفل حار، معلقة فلفلة حلوة مع زيت الزيتون، حمرناهم قلبناهم، حطينا الكمون، حطينا الفلفل، الملح، البابريكا، كل ده استوى. خدنا العدس المسلوق بعد ما سلقناه وبقى بوريه حطيناه عليهم، خفقناهم. ليك الاختيار، الطريقة الأولى يا إما تضربيه في الخلاط أو في الكبة بعد ما يبرد، الطريقة الثانية بالهاند ميكسر بتاعك اللي بتجيبيه من المصروف بتاع الشوربة، ويا ريت تجيبيه ده هيريحك كتير ويوفر عليك وقت كتير، وده ضد درجة الحرارة تستخدميه عادي ولما يكون الشوربة بتغلي مفيش أي مشكلة. أهو الله، ريحة الكمون طالعة منه لطيفة، نحط شوية كمون كمان كده. الله، بس خلاص جوزك ياكل منه بقلب جامد، اي مشاكل مع الكولون ناكل منه بقلب جامد. نعم يا غالي معاك حق، بيقول لي شبه الفول المضروب في الخلاط او مخفوق، ما هما الاثنين مدرسه واحده، الاثنين بكليات. بس ده زي الفول كده، نشيله كده خلاص تمام. الاكله دي جميله، دي عايزه ايه يا عم الشيف؟ بص كده مخرجنا الله يوفقك، شايف العيش الحلو ده كده؟ جعته؟ ها اهو ده اهو مع ده كده وبالف هنا وشفا. طبعا انا ايه، ما ينفعش اكل على الهواء، ده عايز العدس ده يتقدم كده كل واحد ياخد طبقه مع العيش المقمر ده وبالف هنا وشفا. اكله اهيت فيها كل العناصر الغذائيه المطلوبه، هنخليها لما تبرد شويه عشان نغرفها. تعالوا نعمل البتنجان بفكره جديده، مقاديره على الشاشه. معانا بتنجان رومي اخضر وطازه وزي الفل. اخضر ايه يا راجل يا طيب، البتنجان اسود. طالما زهره البتنجان خضراء يبقى البتنجان طازه، وباين على الشاشه والصوره الحلوه مع بتنجان من خير ارضنا تتحدث عن نفسها. معانا صوص طماطم عباره عن بصله وتومه، ونخدم عليه كويس، طماطم كلكسيه يعني. حلو. معانا جبنه شرايح وزبده
وشويه حليب صغيرين عشان نعمل شويه وايت صوص. وتعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. معلش سامحوني، يعني انا احمر البتنجان في الزيت. واحنا اتفقنا مع بعض لما بنعمل اكله بتبقى بنسب. في اكله مثلا بنسبه 99.9 من 10 تبقى دايت وتبقى رجيم، زي العدس اللي انا عملته دلوقتي. ما فيهوش اي مشاكل خالص، ما فيهوش اي دهون. عدس بقوليات من مدرسه البقوليات، بتتصدر القائمه الاولى في الهرم الغذائي. ولكن معمول بطريقه صحيه، مكوناته شفناها مع بعض. اما البتنجان شويه هنحمره، علشان انا عايز بعد ما احمره شرايح اعيد ترتيبه تاني مع صوص طماطم وجبنه ما بين كل طبقات البتنجان. البتنجان بيتغسل. اللي بيقول البتنجان ما يتغسلش، لا لازم يتغسل. نقطعه بالشكل ده كده. انا عايز السواد بتاعه والجمال بتاعه على فكره، بس عايزه بشكل مربعات زي ما هو كده. دي بلاها، واقطعه كده. الله، البتنجان بيتقطع يتناغم. السواد بتاعه جمال، سواد البتنجان والاطراف دي جمال للبتنجان. هناخد دول زي ما هما كده من غير ما نحطهم في ملح ولا اي حاجه خالص، ونحمرهم في قلب الزيت. هل حلو التحميره دي؟ حلوه قوي. دول كفايه، دول كفايه. يعني احنا عايزين كسرولة حلوة كده. ممكن نقطع واحدة كمان، لان انا دلوقتي قاعد شايف البنوتة الحلوة ست الكل الجميلة. عايز اشوف البتنجان اتقطع ازاي. اول حاجة بنشيل الزهرة دي كده. حلو، لان دي اللي بتدي لشريحة البتنجان عزم. خلي بالك، انا عايز احافظ على شكلها. اشيلها كده بالسكينة. حلو، بعد كده باجي هنا اخد دي كمان ملاش لازمه بالسكينه، واجي ماسك البتنجانيه كده عايزها مربعات، اجي حاططها كده اهو، اشيل كمان دي ملاش لازمه، وابدا اقطع كده. امسك البتنجانيه بيدي كده من فوق كده، هي ثابته. ممكن نخليها كده، بس لو خليتها كده مش هتديني شرايح كتير، لان هنا المساحه الشكل الدائري هنا صغير، فتقطيعتي للسكينه والمسافات هيبقى صغير، فلازم انزل بقى من هنا. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ بس يفرق في التقطيع. وضع البتنجانه بالشكل ده بيساعدك انك تاخدي اكبر كميه من الشرايح، اما لو عملتها كده مش هيخليكي تاخدي اكبر كميه من الشرايح، ومش هتتحكمي في السمكه بتاعتها. تفرق كتير، تفرق كتير. بقت بالشكل كده صح. نجيب السكينه كده. السكينه تكون حاميه. على فكره ممكن نعمله رولز باللحمه المفرومه زي الطرب كده. نعتبر ان البتنجان ده منديل الطرب، بتتعاملي معاه لان هو منديل الطرب، واحسن من منديل الطرب، وامن عن منديل الطرب، وصحي عن منديل الطرب. وتحشيه كفته او لحمه مفرومه زي ما انت عايزه. لغايه اخر واحده بشيل السواد بتاعها كده زي الفل. قطعت انا البتنجانيه بالشكل ده كده قدام حضراتكم زي الفل. تمام تمام. اخبار البتنجان اتحمر ايه؟ هو ده اهو. لازم الحركه اللي بعملها دي، شفت دي؟ هي دي. حلو قوي. اعمل صوص الطماطم، اجهزه مع بعض. طاس على النار، واعمل شويه صوص طماطم حلوين كده، لان صوص الطماطم ده هو اللي هيضيف للبتنجان شخصيه، وهو اللي هيعلم من القيمة الغذائية بتاعته. طاس على النار، معلقتين زيت زيتون مع مكعب من الزبدة، فص ثوم حلو، واعمل شوية صوص طماطم حكاية. معايا طماطم مبشورة
مع معلقه سكر لطيفه عشان الحموضه، شويه زعتر حلوين كده مع التومه، كانك بتعملي صوص طماطم للبيتزا مثلا. حلو، نسيبهم على النار كده. يلا بينا يا طيب. حلو الكلام. التحميره دي حلوه، مهم جدا ان الزعتر ياخد ريحه مع التوم وياخد فليفر بالتوم. صوص الطماطم على فكره مش لازم بصل وتوم، بيكفي انك تحط له تومه مع زيت الزيتون يبقى لطيف وجميل. اه ايه الاخبار؟ يلا الطماطم المبشوره عندي من غير قشره. بص كده على التومه مع الزعتر مع زيت زيتون مع مكعب زبده. دايما بحط زبده في تحمير البصل والتوم لتسريع التحمير اهو. وانزل بقى كده واقلب حاجه لطيفه كده اهو. معلقه سكر. تعلمي ازاي تعملي صوص طماطم يبقى لطيف وجميل. اهو معلقه سكر واقلبهم كده. رشه فلفل اسود، رشه ملح صغيره. الأكلة دي كمان تقدر تقول عليها من المطبخ الطلياني، المطبخ الغربي، أكلة صحية بنسبة كام يا عم الشيف؟ تعدل 50%. هي بس الخطورة هنا، الخطورة هنا في تحمير البتنجان بس، واحنا حمرناه بطريقة صحية اهوت زي الفل، ما تشربش أي زيت. مريض سكر، مريض ضغط، مفيش حاجة اسمها مريض سكر ومريض ضغط. يعني اللي عنده السكر وعنده الضغط ما يقولش أنا مريض سكر ومريض ضغط خالص يعني. نسب كبيرة في العالم كله بيبقى عنده الضغط بنسبه وعنده السكر، فدي حاجه بيعمل كنترول بقى، يلعب رياضه، التغذيه بتاعته تبقى تغذيه سليمه، يخلي باله من نفسه، ودي حاجه حلوه بالعكس يعني. الواحد بيبقى فيه حاجه كده جرس انذار، انما نقول مريض دي لا، ربنا يكفينا شر المرض يا رب ويشفي كل مريض. حلو الكلام. اكلات اللي هي الاكلات اللي هي بتنظم مستوى السكر في الدم، اكثر من الخضروات الجميله زي السبانخ، خس، جرجير، خضروات غنية بالأوراق بتاعت الملفوف، الكرنب، ورق العنب. مش لازم نحط سمنة بلدي، الورق العنب يتعمل بالزيت يعني رز وخضرة يبقى لطيف وجميل. هنقلل من الكربوهيدرات والنشويات، وما تاكلش فواكه على معدة فاضية زي العنب مثلا، غني بالسكريات والجلوكوز بتاعه. العنب بالذات ما يتاكلش على معدة فاضية، ونقلل من استخدامنا له، ده مطلوب. والتين بتاعنا برضو السكريات بتاعته. عموما الفواكه كلها ما تتاكلش على معده فاضيه خالص بما فيها من سكريات. ما افرحش واقول ان انا باكل فاكهه. شوف العدس بتاعنا الجميل ده، الاكله دي تاكل منها يا غالي. اهي امنه ثم امنه. اه شايفين كل ما تبرد كل ما تحلو. الله فيها خبره طهويه. شفتوا الخبره الطهويه فين؟ في الطاسه قبل ما احط العدس المسلوق. تاني هقول عملت ايه. بصل وتوم حمرتهم في زيت زيتون، وحطيت عليهم الكمون والبابريكا والملح والفلفل، هيئت البصله والتومه. نزلت بقرن فلفل كده عشان تبقى فيها طعم السبايس شويه، ونزلت ببقدونس وكزبره وشويه شبت صغيرين، وورق نعناع اخضر، ورق نعناع اخضر عشان ريحه التوم ومشاكل الكولون، يهدي الكولون. وبعد كده شوحتهم على النار، ونزلت بالعدس المسلوق عليهم وقلبتهم وسبتهم على النار يتكتكوا شويه. في الاخر خفقتهم بالمضرب بقى معانا بالشكل ده كده. اه وقلبه من وقت للتاني، اسيبه يبرد عشان اغرفه. نيجي للبتنجان بتاعنا، اخباره ايه؟ زي الفل. صوص الطماطم زي الفل اهو، اشيله من النار. تعال نشوف نعمل الاكله الحلوه دي ازاي. معانا كاسرولة مربعه، يفضل ان هي تكون مربعه، ومعانا البتنجان الجميل الحلو. هاخد شويه صوص طماطم كده حلوين هنا من اللي انا خدمت عليه كويس، واحطه هنا كده. حلو في الارضيه. لا يا غالي دي مش مسقعه خالص دي. وحط البتنجان ارصه كده. شفت شريحه البتنجان؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال. ده سكالوب بانيه ده ولا بتنجان يا شيف؟ اهو اهو اهو. حلو، عايزه تاني؟ عجبك الشكل انا عارف. اهو شفت سكالوب بانيه اهو. اه تحميره لطيفه وحلوه. حاضر عيني. اهي اهي شفت الشريحه عامله ازاي؟ اهي بص على اللون بتاعها. اهي حطها هنا. اهي زي الفل.
بس كده. دي بتنجانية والله. عندي جبنة. الأولاد بيحبوا دايما الجبن بأنواعها يعني. ممكن تحط موزاريلا، ممكن تحط شرايح الجبنة بتاعت البرجر زي ما أنت عايز. فكرة جديدة ها؟ ما كانتش على بالك دي أنا عارف. نحط شريحة بتنجان تاني. في الآخر هو بتنجان. بس الطعم مش طعم بتنجان بقى، حاجات كتيرة. تفاصيل كتيرة. ناخد اللي اتحمر هنا ده كده. أنا مش عايزه يتحمر جامد يعني على فكرة. الله. لازم زيت غزير لتحمير البتنجان. وقصة إن إحنا نحط البتنجان في ملح ونسيبه فترة طويلة دي مش لطيفة. إحنا بنفقد جزء كبير من القيمة الغذائية بتاعته. المعادن والحاجات اللي فيه. فإحنا نحمره على طول ويتقطع بالشرايح بالشكل اللطيف ده كده في زيت غزير ويبقى معانا زي الفل كده. الصوت ده صوت مية البتنجان. هدي الزيت يا عم الشيف بقى، هدي من روى زي الفل. هنعمل ايه؟ هناخد كده تاني اهو، بحط تاني جبنه. والله حلو قوي يا شيف ده، انا كانت والدتي رحمه الله عليها تعمله مسقعه. انت غيرت المقوله خالص. كده الاولاد هيحبوا البتنجان على فكره. من النهارده هيقولوا لك يا ماما اعملي لنا كل يوم بتنجان زي اللي عمله الشيف المغازي. شريحه البتنجان ده اسكالوب بانيه. جبنه دول كام؟ ثلاثه. يلا على قد اللي موجود عندنا نزلهم هنا كده. معانا شويه صوص الطماطم الحلوين. تسلم ايدك يا عم الشيف. بقى عندي صينيه بتنجان لطيفه وجميله. ناخد صوص الطماطم اللي متخدم عليه نسقطه هنا كده. الله حلو. هتطلع من الفرن هنكون جهزنا لها شويه وايت صوص حلوين كده بالكريمه او من غير كريمه، عباره عن حليب ونشا، كريمه لباني انت حابه ماشي، زبده، ونقدمهم معاها. وده اختياري. هندخلها الفرن في درجه حراره 180. ايه المطلوب من الفرن يا عم الشيف؟ المطلوب من الفرن يسيح لي الجبنه دي والحلاوه دي بين شرايح الجبنه. درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. يلا معانا بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده صينيه بتنجان بفكر جديد غير مكلفة. شرايح البتنجان بتاعة البرجر. ايه الصورة الحلوة دي؟ نقفل الفرن. يلا تعالوا مع بعض ناخد بعدها ونطلع فاصل صغير. ولكن قبل الفاصل عايز امتع حضراتكم بمشاهدة العدس الجميل الحلو ده كده. بص على الحلاوة بالله عليك، بص على الحلاوة. يلا ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ دي بصارة، بصارة العدس الاسمر الجميل الحلو نازله تتناغم تتكلم مصر وهي نازله في الحله في الطبق التقديم. الف انا وشفا العيله والجيران والحبايب وحماتك وماما. خدي لها طبق وانت رايحه تزوريها وحماتك. قولي لها شفت شريف المغازي على القناه الاولى عمل طبق بصاره يا ماما زي اللي بتعمليها بس عملها بالعدس الاسمر. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معانا فروت سلطات بالشوفان والاكل بتاعنا اكل صحي النهارده. وهنزين البصارة الحلوة بتاعتنا دي ببصلة مقرمشة. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. البصارة ناقصها حاجة بصراحة، عايزة تلمع، عايزين ندلعها. هي نعم قيمتها الغذائية عالية جدا والشيف تعب عليها. معايا بصلايه في قلب الزيت وحضراتكم شطار في عمل البصلايه المقرمشه. عدينا المرحله دي خلاص. البصلايه بنجيبها نقطعها
بنحط عليها معلقه نشا، شويه بهارات من البابريكا والملح والفلفل، وحطيت عليها شويه دقيق وعصره ليمون، معلقه خل، وقلبتها كلها مع بعضيها وحطيتها في قلب الزيت الغزير، بتتحمر وتتقرمش وتطلع معايا اهي زيها زي الفوز والحلبي اهي. سيبها تتحمر تاخد راحتها. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الفروت سلاد بالشوفان صحي النهارده. معانا شوفان، حاضر يا غالي، ومعانا جوز الهند، ومعانا طبعا شويه سكر، والسكر اختياري، والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله. حلو الكلام، ولكن مهم جدا قبل ما اشتغل تروقي مطبخك، ميبقاش فيه اثار خالص للثوم والبصل والحاجات الجميله. عجبني شكل البتنجان على فكره، ايه رايك مخرجنا تشوفوا كده الصوره الحلوه؟ صوره ممتعه. حلو، عايز ادلع انا الشوفان ده مع الفروت سلاط، هعمل ايه بقى؟ هو ده الكلام. عندي شوفان وعندي طاسه على النار ومعانا الفروت سلاط لطيف وجميل. طبعا الطبيعي لما تشتغلي في الفروت سلاط لازم تغيري الجلافزات لو انت بتلبسي جلافزات في المطبخ عندك، مع ان مش لازم طالما انت في مطبخك، اغسلي ايدك بس وخلاص، وسمي بسم الله واتكالك على الله، وتروقي البلانشه بتاعتك اللي بتقطعي عليها، وما يكونش فيه سكينه مكانها لا بصل ولا توم. وادي الفواكه بتاعتي اللطيفه الجميله، وابدا ان انا اقطع كده الفواكه الحلوه واحنا مع بعض. حلو الكلام، بلانشه كده حلوه بتاعت الاولاد اللي بيحبوها، واخد الفواكه بتاعتي دي كده. تعالوا نشوف نعمل الفروت سلطه ازاي. حلوه قوي، مهم جدا بقى يا عم الشيف، خلينا نطلع البتنجان، ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده بتنجان زي ما قال الكتاب، الجبنه ساحت والفلفل خد لون وحمار ودلع. بص على الحلاوه بالله عليك، هتدعي لي. ادي البتنجان بتاعنا الجميل، الف هنا وشفا، دلعه بقى. حلو، الفروت سلاد بتاعنا الجوافة اهي، قطع بالشكل ده كده قطع كبيرة. هقول لحضراتكم ليه دلوقتي، اهو دي جوافة. انا بعشق الجوافة وريحة الجوافة، وايدي لما بتمسك الجوافة ما بغسلهاش، كل ما تيجي جنبي يعني وشي كده اشم ريحه الجوافه، اللي بالذات لما تكون جوافه بلدي، ولما اعدي من شارع مثلا في وسط البلد والاقي العربيه عليها جوافه بلدي لازم اشتري، تبقى جوافه صغيره حلوه كده. تعرفي الجوافه البلدي ازاي من اللي مش بلدي ازاي؟ بتبقى في جوافه صغيره وكبيره، صغيره قوي كده قد البيضه الصغيره البلدي وكبيره. عينيا ملا، في حاضر يا فندم، اهو بالشكل ده كده. أنا عايز أحمر شوية شوفان دلوقتي، معانا تفاح ديت يا فندم. حاضر يا فندم، أي حاجة تضايقك نطلعها بره مخرجنا الجميل منورنا. أدي التفاح بالشكل ده كده أهو، مهم جدا وانت بتقطعي الفواكه دي. انا من الناس اللي بيحب قشرة التفاح، غنية بالالياف، قيمتها الغذائية عالية جدا. وادي التفاح متقطع بالشكل ده كده، هنزل بيه هنا كده. نعم، سؤال جميل جدا من الكنترول جالنا، شيف مغازي بنقطع الفروت سلاد بتسود مننا، ما بنلحقش، بنلاقي لونها اسود، نعمل ايه؟ حلو قوي، انت ابن حلال. عصرة ليمون، عصرة برتقان، حامض، يعني يا ليمون يا برتقان، يتحط على الفروت سلاط علشان لا التفاح يسود ولا الموز يسود، وخاصة التفاح الأخضر غني بالأكسدة أهو. أعتقد لو أنت بتاكلي فاكهة عمرك ما هتكملي تفاحية خالص، أقول لك التفاح هيكسر لي أسناني، حامض جودة. أدي الليمون
خلاص انسي. شفت خد اللمعه ازاي؟ حلو. معانا العنب بنورقه كده. ايه قصه الشوفان؟ انا سايب الشوفان للاخر لان هو ده النهايه، بس انا عايز احط الفروت سلطة في المحلول الحمضي اللي هو عصير ليمون وشويه سكر. وادي العنب بتاعنا، العنب في السوق اشكال والوان. ما لقيتش عنب حط شويه زبيب، هيأدي نفس الغرض. عندك مانجا حط مانجا، بس المانجا بصراحه بحب اكلها لوحدها. ليه بقى؟ لان هي بتتوه جوه الفواكه. وسبحان الله اكل مانجا والكلام ده بيحصل مع حضراتكم اكيد يعني، اكل اي فاكهه بعد المانجا ما استطعمهاش. عشان كده لو عايز اكل فاكهه اكلها الاول قبل المانجا، عشان ايه؟ ما اكرهش الفاكهه اللي اكلها بعد المانجا. نعم بصلايه ما تقلقش، بصله المغازل ما بتتحرقش. ادي الموز، اقول لك طريقه حلوه لتقطيع الموز جت على بالي دلوقتي اهو عشان ما تعوريش نفسك بالسكينه. هتقول لي طب انا هشيل المغازل، طب سريع. بص ادي الموز اهي، شلت نص القشره. مخرجنا الجميل حبايبي شلت نص القشره، باجي كده اهو البنوته الحلوه اللي بتخش المطبخ اللي عايزه تعمل فروت سلاد، وبسن السكينه كده واقطع على القشره كمان واحده. طب خلونا نشوف البصله اللي في الزيت وارجع لكم. بالله عليك تبص على البصله وجمالها ودلعها، بص على البصله وحلاوتها وشقاوتها وقرمشتها ولونها. العب اللهم صل على النبي. زي الفل، ناخد دول كده زي ما هم. بص البصلايه دي كده اهي هنا على وش البصاره بتاعتي. الله ايه الجمال ده يا شيخ. وبصله اتحمرت معاك بالسرعه دي ازاي؟ ألف أنا وشفا. رشة زيت زيتون عليها. حلو. تسلم إيدك يا شيف والله. أكلة صحية من الدرجة الأولى. طبعًا الفلاسفة هيقول لك دلوقتي، منتظرين الشيف يعمل حركة دلوقتي لطيفة. هل دي البصارة بتاعتي اللي تخش موسوعة، واحنا عارفين البصارة زي الفل، واحنا عارفين البصارة أو الفول عموما من ضمن الأكلات المدرجة وموثقة موسوعة الأكلات المصرية الشعبية. أنا عارف الكل دلوقتي قالك الشيف المغازة هيشيل إيده من البصلة ويحط إيده في الفروت سلاد. قاعدين حلو. تعالوا مع بعض نكمل الفروت سلطة عشان وقتنا قرب يخلص. معانا شوفان، معانا طاسة على النار شديدة الحرارة، أنا عايزها كده. كل القصة إن أنا همسك الشوفان ده أتعامل معاه زيه زي الكاجو، زي الفول السوداني، زي الفستق، وأديله تشويحة على النار بس مش لوحده. أدي الطاسة بتاعتنا الحلوة، وأجيب اسبتيولا كده لطيفة وحلوة، واحط في الطاسه دي مكعب زبده، شويه جوز الهند يتكرملوا مع الزبده. الله عليك يا عم الشيف، فروت سلاد بطعم تاني. شويه سكر كرمله مع الزبده، العب ونقلب دول كده مع بعض. شفت بقى السكر خد لون ازاي مع جوز الهند اهو، والزبده اهو، الشوفان عمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خد طعم، خد شكل تاني، وأقلب تقليب سريع كده. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ عشان التجارب، عشان اللي تخش المطبخ تبقى عايزه تعمل كده. جوز الهند بتاخد لون مع الزبده والسكر كرمله، تخش على حبيبي القلب الشوفان الجميل الحلو، تبدا ان هي تهيئ قشور الشوفان وبذور الشوفان وحبوب الشوفان
وتتحمص، ونبدا ان احنا نحطها مع الفروت سلطه ونقدمها مع الفروت سلطه بالف هنا وشفا. ده شوفان، زبده، جوز الهند، سكر. شوفان، زبده، جوز الهند، سكر. حلو. الفروت سلطه اخبارها ايه؟ زي ما هي، كل القصه ان انا هقلبها، هتطلع عصير ليمون واقلبها. موز، تفاح، عنب، بلاش مانجا من فضلك، المانجا هنا مش مرغوبه جوه الليله دي كلها. يلا بينا. الله عليك وعلى والديك. اخبار الشوفان اهو، شفت الريحه الحلوه دي كده؟ حلقتنا النهارده ببساطه، سهوله، مرونه، افتكاسه طهويه، خبره طهويه، ازاي اقدم الفروت سلطات بشكل جديد وطعم تاني مع الشوفان. عنوان العيادات التغذيه ودكاتره التغذيه دايما بينصحوا بتناوله لانه غني بالالياف الفعاله والغير فعاله، بيمتص الكوليسترول اللي في الدم ويخلص المعده من الفضلات. عملنا البصاره اكله مصريه جميله لطيفه وجميله، عملنا كمان شويه بتنجان بالجبنه عشان الاولاد اللي هيعترضوا على البصاره يلاقوا حاجه على السفره لطيفه وجميله بيحبوها، فيها جبنه مع بتنجان مع صوص طماطم، واخده سكه البيتزا. رؤية، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.